التكيلو دمك باين واضحة. ماشي، هنبدأ بقى وانت ممكن تخلع لحد ما اخلص. معاك يلا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شباب النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الفلور ديزاين. اتكلمنا الفتره اللي فاتت في الانطره، اول حاجه اتكلمنا فيها اتكلمنا عن الهيدروليك ديزاين، بعد كده اتكلمنا عن الانجستوال سيكشن في بالنسبه للبغله، بعد كده اتكلمنا عن كيفيه تصميم البغله وعرفنا حالات التحميل المختلفه وازاي نقدر نطبق حالات التحميل. النهارده ان شاء الله موضوع جديد جدا وملوش علاقه باللي فات، اسمه فلور ديزاين. فلور ديزاين يعني تصميم القاعده بتاع البغله او الفلور. لو خدت بالك البغله دي، وجود البغله ودي البغله، لو جينا نشوف ثانيه كده، لو جينا نبص هنلاقي ان الفلور ليه اتجاهين. بمعنى ايه يا باشمهندس ليه اتجاهين؟ يعني لو انا جيت ابص على الفلور نفسه هلاقي ان هو ممكن يصمم في الاتجاه الطولي، ممكن يصمم في الاتجاه العرضي. طيب ازاي افرق بينهم؟ تفرق بينهم انك تبقى عارف الرسمه دي. لو انا قلت لك ادي رسمه اللي قدامك ده، معلش هو لو بس متابع على شوية، لو انا جيت رسمت ده كده قدامك فده بالنسبة لي بيسموه كتف، وادي البغلة وادي الكتف التاني. فانت عندك انك هتصمم اتجاهين. ايه الاتجاهين؟ الاتجاه الاولاني انك تصمم البغلة في الاتجاه الطولي، اللي في الحالة دي زي ما انت شايف هنا بيظهر لي اللينجيتودينال سيكشن بالطريقه دي او الاتجاه الطولي. طبعا الاتجاه الطولي لو انا خدت البغله وحطيتها على الفلور في الاتجاه الطولي، لو خدت بالك ان الشكل ده بيفكرك بايه؟ بيفكرني بالهدار. بمجرد ما انت ما حطيت البغله على الفرشه بقى هدار. طيب ايه التريكات اللي كنت بتعملها هدار؟ كنت بتعمل شيك سكارينج، شيك بيركوليشن، ابليفت، زايد جريدينت، ثيكنس، شارج لوست. كل التريكات اللي بتعملها للهدار هتعملها للبغله، بس بشرط كان في الهدار الجزء اللي فوق ده بيمثل لي عرض الهدار، اللي هو كان لو هدار فيومي بيبقى نص متر، لو هدار ذو عتب عريض نص متر وبميل واحد لخمسه، او بنزل بميل واحد لخمسه على طول وباخد المسافه اللي هي البيتل حوالي خمسه متر. ده كده الاتجاه الطولي. طيب يا باشمهندس انت هتشتغل معانا انه اتجاه النهارده؟ الاتجاه الطولي احنا شرحناه في فيديو من الفيديوهات على السريع، فده ممكن ابقى اعيد عليه قبل الامتحان على طول ان شاء الله. زي ما قلت لكم زي ما هو شايف هو هدار، وانا صممت الهدار فانا مش محتاج ان اصممه. طيب اللي انت هتصممه النهارده هو الاتجاه العرضي، الاتجاه اللي انت شايفه ده. طيب يا باشمهندسين الاتجاه ده لما اجي اصمم الفلور هصممها كانها ايه؟ لما باجي اصمم الفلور في الحاله دي بصممها انها لبشه، كديزاين اللبشه. طيب انت كان مفروض عشان تصمم اللبشه محتاج ايه؟ والله يا باشمهندس انا محتاج سترينج اكشن، محتاج شير ومومنت ونورمال عشان اقدر اصمم اللبشه دي، وده اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده. هنعرف ازاي نسيف اللبشه او الفلور دي كبيرين كاباستي، وبعد ما نسيفها بيرين كاباستي نشوف ايه الاحمال اللي هتيجي عليها، ومن الاحمال دي هنرسم الشير، ومن الشير هنجيب البومنت، وهنعرف ازاي بنجيب النورمال. يبقى اللي احنا هنتكلم فيه النهارده بالتفصيل هو الديزاين اوف ترانسفيرسال سيكشن فور فلور. تمام، ده الاتجاه الطولي يا باشمهندسين، عشان برضو الناس اللي ممكن تسال هو الاتجاه الطولي يا باشمهندس انت عديت عليه على السريع كده هو بيتاكل؟ لا ما بيتاكلش. لو خدت بالك ده الجيومتري بروفايل بتاع البغله، ادي البغله، ادي طول البغله اللي هو ال بير، ادي ال واحد اللي كنا بناخدها في الاضدار من 3 ل 5 زي ما هي، ادي ال سكورنج اللي كنا بناخدها حاجه من 2 كانت بتتاخد يا اما 0.61 سي بي جذر 8 اس، او بتتاخد
ال جام هي نفس الكلام، ال ال بي هي اللي اتغيرت. طيب ال ال بي بنحسبها ازاي؟ ارجعوا للفيديوهات اللي فاتت هتلاقيها محسوبه بالتفصيل. التي واحد من نص الواحد متر، التي اتنين اكبر من واحد متر وغالبا بناخدها من اتنين لاتنين ونص، التي تلاتة من خمسة من عشرة لسبعة من عشرة التي اتنين، التي اربعة من واحد لواحد ونص تي اتنين. طب يا باشمهندس لما اجي اصمم الاتجاه الترانسفيرسال هاخد القطاع فين؟ انت شايف ده اتجاه طولي، يعني هنا ده قطاع، هنا ده قطاع، هنا ده قطاع، هنا ده قطاع. القطاع اللي بنصممه هو القطاع اللي احنا مفروض بنسيفه سيكنس او بنشيك عليه سيكنس. فين القطاع الاكبر منهم والاخطر؟ دايما القطاع الاخطر هو القطاع رقم 2 اللي هو السمك بتاعه تي 2. فعشان كده هتلاقوا في الديزاين دايما دايما بيقول لك الديزاين لبير السمك بتاعه تي 2، السمك بتاعه تي 2 تمام. طيب خلاص كده بقى عندي ال1 ال بير ال2 ال اس تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 وخلاص الموضوع خلص كده. طيب يا باشمهندس انت ايه الفرق ما بين الهضار والانطره؟ الفرق الوحيد بين الهضار والانطره قيمه الاتش ماكسيمم، قيمه الاتش ماكسيمم بس. ازاي يا باشمهندس؟ الاتش ماكسيمم في حاله الهضار كانت احدى حالات التشغيل الثلاثه زائد حاله المينتينوس. طيب ما انت نفس الكلام يا هندسه، ده الاب ستريم وده الداون ستريم، هاي ووتر ليفل ناقص هاي ووتر ليفل، نورمال ووتر ليفل ناقص نورمال ووتر ليفل، لو ووتر ليفل ناقص لو ووتر ليفل، وحاله المينتينوس. بس المشكله ان حاله الصيانه هنا حاله مختلفه شويه، بمعنى لو انا قلت لك يا باشمهندس لو انا عايز اصين الانطره البوابه اصينها وكان عندي هاي ووتر ليفل ولا صينها وانا عندي لو ووتر ليفل ولا نورمال ووتر ليفل؟ طبعا تلقائي عقلك هيقول لك ايه؟ والله يا هندسه انا لو انا عايز اصين والدنيا تكون سهله يبقى الميه منسوبها صغير. منسوب الصغير للميه بيطلق عليه اللو ووتر ليفل. فعشان كده هتلاقوا في حاله الصيانه بيقول لك ان الاتش ماكسيمم بتساوي الاب ستريم لو ووتر ليفل ناقص البيد ليفل. يبقى لو انا قلت البوابه هنا ايه؟ منسوب المياه الادنى ناقص البيد ليفل. وتاخد بالك من شروط انشاء القناطر ان الميل بتاعي يكون يا اما مايلد يا هوريزونتال، فهتلاقي البيد ليفل ما بين الاب ستريم والداون ستريم فرق بسيط جدا او ما فيش فرق اصلا تمام. يبقى انت يا باشمهندس قلت لنا خلاص انا كده عرفت ان الاتش ماكسيمم هي اللي اختلفت والمينتينوس. طب تسال نفسك سؤال، طيب يا هندسه في الامتحان الدكتوره ما جابت ليش غير منسوب واحد بس، ايه هو المنسوب اللي واحد بس ده؟ المنسوب اللي جالك في الامتحان هو منسوب النورمال ووتر ليفل. يبقى الصيانه بتاعك النورمال ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص البيد ليفل. طيب في الامتحان كان جالك الهاي ووتر ليفل، يبقى في هتقول كده برضو يبقى الهاي ووتر ليفل ناقص البيد ليفل. يبقى لو الثلاثه عندك في الامتحان يبقى هنتعامل مع اللو ووتر ليفل. طيب لو الدكتوره مدياك منسوب معين هو ده اللي بتتعامل معاه في الامتحان تمام. وكده يبقى خلصنا الجزء. طبعا الكلام ده بقى ال سكورنج زي ما قلت لك بتساوي ال ال جامب او 61% سي بي جاز ريت اس، والريت اس بتساوي الاب ستريم هاي ووتر ليفل ناقص البيد ليفل ناقص الوايت كريتيكال. الكلام ده كله اتكلمنا عليه قبل كده، تقدر ترجع للسكاشن اللي فاتت حتى البركوليشن اتكلمنا عليه قبل كده. طيب يا هندسه احنا عايزين نصمم ايه؟ والله يا باشمهندس احنا عايزين نصمم والله يا باشمهندس احنا عايزين نصمم الصوره مش واضحه بس انا هتكلم عشان بس ايه الناس تبقى فاهمه. احنا عايزين نصمم الفلور في الترانزفيرسال سيكشن. طيب يا باشمهندس انت بتقول لي الترانزفيرسال سيكشن اللي هو الاتجاه العرضي، بمعنى كده ان الفرشه دي جايبه من اول لاخر المنشا، جايبه الاباطمنت يمين وشمال وجايبه البغال ايا كان عددها. انا افترضت ان هي واحده، ممكن تبقى اثنين تبقى ثلاثه تبقى 10 تبقى 20 زي ما تيجي. طيب انا عندي كام حاله تشغيل؟
بيقول لك يا باشمهندس ان انا عندي ثلاث حالات تشغيل، وركز معايا وانا بشرحهم. ايه هم ثلاث حالات تشغيل؟ اول حاله تشغيل جاست افتر كونستراكشن، بمعنى بعد الانشاء مباشره. بعد الانشاء مباشره بيبقى عندك هنا كوبري، وبيبقى عندك هنا ابارتمنت وبغله وابارتمنت والفلور بتاعهم. طيب يا باشمهندس في الحاله دي ايه هي الاحمال المؤثره على الفلور؟ والله تعالى بص، انت عندك كوبري، فيبقى هنا عندك ار ديد، وهنا اتنين ار ديد، وهنا ار ديد، هنا رياكشن واحد للكوبري، هنا رياكشنين، وهنا رياكشن. عندك الدبليو بير اللي هو الوزن الذاتي للبغله، عندك الدبليو ابارتمنت اللي هو الوزن الذاتي للابارتمنت يمين وشمال، وكمان عندك الدبليو فلور اللي هو الوزن الذاتي للفلور. يبقى في حاله الجاست افتر كونستراكشن اللي بيظهر لك حمل الكوبري الميت مع بقيه الاحمال الميته. طب تمام يا باشمهندس، عرفنا دي. اللي بعده بيقول لك جاست افتر كونستراكشن اوبريتنج بريدج. ايه ده بقى يا باشمهندس؟ بيقول لك والله هي نفس حاله الجاست افتر كونستراكشن، هي نفس حاله الجاست افتر كونستراكشن، بس كمان شغلنا الكوبري. طيب يا باشمهندس شغلنا الكوبري، ايه اللي يحصل لما شغل الكوبري؟ جاست افتر كونستراكشن وشغلت الكوبري، بدل شغلت الكوبري يبقى لازم الردم يمين وشمال يكون اتحط، يبقى انا الردم يمين وشمال موجود، وكمان شغلت الكوبري يبقى العربيات ممكن تعدي على الكوبري. تمام، يبقى العربيات هتعدي على الكوبري. تمام، يبقى العربيات هتعدي على الكوبري. يبقى انت عندك هنا في الحاله دي ار ديد زائد اللايف، عندك ار ديد زائد اللايف واثنين ار ديد زائد اللايف، عندك ار ديد يمين زائد اللايف وار ديد شمال زائد اللايف، واثنين ار ديد زائد اللايف شمال اللي هو اثنين رياكشن الكوبري. طيب ايه اللي عندك كمان؟ عندك حمل يمين وشمال. ايه هما الاحمال اليمين والشمال دي؟ احمال الايرث بريجر. طيب ايه كمان بقى؟ انت عندك الدبليو بير والابارتمنت يمين وشمال والفلور زي اللي ذكرناهم، بس يزيد لك كمان وزن راسي للايرث ووزن هنا راسي للايرث. تمام، يبقى جاست افتر كونستراكشن اوبريتنج بريدج. نرجع نلخصها على السريع، انا حطيت التراب، التراب بقى يمين وشمال موجود، وكمان شغلت الكوبري بقى عندي العربيات شغاله، يبقى هنا الاكشن ديد زاد لايف، وهنا الاكشن ديد زاد لايف، وهنا اتنين رياكشن ديد زاد لايف. تمام يا باشمهندس. طيب ايه الاحمال الذاتيه؟ البير، الابارتمنت يمين وشمال، الفلور، وكذلك ما تنساليش الارث اليمين والارث الشمال، والاحمال الضغط الجانبي بتاع الارث، ولو افترضنا ان هنا فيه كمان لايف لود. طبعا انت في الامتحان مش هتحسب الارث بريشر اصلا ولا اللايف لود، هو ده بيبقى جيفن وده بيبقى جيفن، فانت هتلاقي الرسمه دي مرسومه لك جاهزه، وهتلاقي مرسوم لك كمان الاي جاهز. طيب اخر حاله، حاله الاوبريتنج كونديشن. ايه هي الاوبريتنج كونديشن دي؟ والله يا باشمهندس انا بقى دخل معايا حاجه كمان. ايه هي اللي دخلت معايا كمان؟ والله يا باشمهندس انا دخلت معايا كمان حمل الميه. ليه؟ ما هو اوبريتنج كونديشن الحاله الطبيعيه، ان الكوبري موجود والبغال موجوده والابارتمنت موجوده والميه شغاله. طيب في الحاله دي هيظهر لك مثلث ميه يمين وشمال كل حته من الحوائط اللي انت عاملها، ده طبعا هيقلل لي من قيم الضغط الجانبي. فيبقى الحاله المور كريتيكال في الثلاثه دول هي الحاله اللي في النص، اللي هي الجاست افتر كونستراكشن اوبريتنج بريد، ودي الحاله اللي احنا هنشتغل عليها ونصمم عليها الفلور بتاعنا. تمام، تعالى اما نتكلم بقى عن الحاله بتاعه الجاست افتر كونستراكشن اوبريتنج بريد. والله يا باشمهندس انت في الاخر عايز تصمم، يبقى في التصميم يا اما
تفرض ابعاد وتشيك عليها، يا اما هو هيبقى مديك ابعاد تشيك له عليها وكمان تجيب حديد تسليح تاني، يا اما يديك ابعاد وتشيك له عليها، يا اما انت هتفرض ابعاد وتشيك عليها. طيب كده كده انا قلت لك انا بصمم القطاع الوسطي اللي هو التي 2، فيبقى التي 2 ده انت فرضه مسبقا اكبر من 1 متر، قلت لك افرضها من 2.5، يبقى ده مفروض. حلو قوي يا باشمهندس. ال ال تي لو جيت تبص، ال ال تي ده برضه غصب عنك قيمه ثابته. ازاي؟ والله هندسه انا عندي هنا اس وهنا اس، يبقى ال ال تي بتساوي 2 اس، يعني في الاخر ان في اس عدد الفتحات في الاسبان زائد الار اللي هي عرض البغله زائد البي اللي هو العرض السفلي للابطمنت يمين وشمال مضروب في 2 زائد بروجكشن يمين وبروجكشن شمال، يبقى ال ال تي لو مش جيفن انت تقدر تحسبها. طيب في الامتحان بتبقى جيفن. طب يا باشمهندس انت قلت لي الديزاين، انا خلاص بقت الابعاد عندي، انا هعمل ايه؟ اللي انت عايز تعمله يا باشمهندس من الاخر كده، انك عايز تصمم لي حاجه اسمها بيرنج كاباسيتي تسيفها لي، وتجيب لي الشير والمومنت اللي بيأثر على الفلور دي، على اساس ان احنا نشوف هي محتاجه تسليح ولا مش محتاجه تسليح. في جميع الاحوال، في جميع الاحوال احنا بنسلحها، لكن هو ممكن ما تسلحش، لو الاحمال دي صغيره مش هنسلحها، لكن في جميع الاحوال احنا هنسلحها. طيب احنا هنسلح ال 2 متر دول يا باشمهندس ده كتير قوي، فلا هقول لك ان احنا هنسلح جزء منها، عشان كده بقول لك بناخد ارتفاع معين بنسلحه وهو ده اللي بيقاوم الحديد اللي هو الشد يعني، والجزء الثاني ما بنسلحوش بيبقى خرسانه عاديه. لكن في الاخر احنا هنتعامل معاها كلها في الاول كانها بي سي، لكن لما نشيك ونعرف نجيب ازاي الام اكس ونجيب الان والام واي بالتفصيل يعني، ساعتها هقول لك هي بي سي ولا ار سي ولا نعملها خليط ولا ايا كان. لكن زي ما قلت لك في الامتحان هتعمل ايه؟ في الامتحان احنا بنتعامل مع الفلور دي ان هي هتبقى بي سي في البدايه، لكن لما نوصل لخطوه التسليح هتلاقي ان هي محتاجه تسليح، لان جزء منها بيظهر عليه شد، فبنسلح جزء وبنسيب جزء. يبقى من البدايه يا باشمهندس، عشان بس الرقم بتاع البيرنج كاباسيتي ده لما اجي اجيب وزن الفلور، في ناس بتقول لك اضربها في جاما ار اس، على فكره صح، يعني في ناس تقول لك انا هضربها في جاما ريفورس كونكريت، في ناس تقول لك جاما بلانك كونكريت. لازم تاخد بالك ان الطريقه اللي انا بشرحها دي طريقه امبريكال، هي طريقه وضعيه عشان اقدر اتعامل مع الشكل المعقد اللي قدامك ده. فعليا لو حتى شفته ده بيدخل على الساب بيتعامل كانه فريم مقلوب، فعشان كده اللي انا بقوله ده هي طريقه تقريبيه، تقريبيه فقط، بحيث ان احنا نقدر نصمم الشكل اللي قدامك ده. طيب تمام يا باشمهندس، اول حاجه تشيك بيرنج كاباسيتي. تشيك بيرنج كاباسيتي احنا بنشيك على الاحمال الراسيه. انا عندي كام حمل راسي؟ والله هندسه انا عندي ار ديد زائد لايف، عندي ار ديد زائد لايف، عندي 2 ار ديد زائد لايف، وعندي كمان الدبليو بير، الدبليو ابارتمنت، الدبليو ابارتمنت، الدبليو ارث بتاع المثلث، الدبليو ارث بتاع المستطيل. يبقى انت تقدر تقول لي ان الفيرتيكال لود بتساوي ايه بالنسبه للحاله اللي عندنا دي؟ 4 ديد لود، لو كان في بغلتين هيبقى 2 و2 يبقى 6 ديد لود، ديد زائد اللايف يعني، يبقى 4 ديد زائد اللايف زائد دبليو فلور اللي هو الوزن الذاتي للفلور زائد دبليو بير اللي هو الوزن الذاتي للبير زائد 2 في الدبليو ابارتمنت يمين وشمال زائد 2 في الدبليو ارث، باعتبار ان الارث ده كله وافترض ان الجزء اللي فيه المنحرف ده حمل واحد. طبعا لو هو مش بيدولك حمل واحد يبقى ده زائد ده، يعني ده في 2 وده في 2. طيب تمام، ازاي اجيب الدبليو بير يا باشمهندس وازاي اجيب الدبليو فلور؟ الدبليو بير اللي هو البغله، كده كده يا جماعه انا بصمم البغله دي لواحد متر شريحه، فلو انا قلت لك هات لي الوزن بتاع الدبليو بير ببساطه جدا عباره عن ايه؟ الار في الاتش بير مضروب في اللي هو الواحد متر في جاما ايه؟ جاما ماتيريال. يعني ايه جاما ماتيريال؟ والله البغله انت مصممها ار سي تبقى 2.5، مسممها بي سي يبقى 2.2، كده الدبليو بير. طيب الدبليو فلور يا باشمهندس عباره عن ايه؟ ال ال تي في التي 2 في 1 متر، الكلام ده هضربه في ايه؟ انا قلت لك مبدئيا هفترض ان هي بي سي، فهضربها في جاما بي سي، لو انت عايز تضربها في جاما ار سي مفيش مشكله، ده صح وده صح.
يبقى انا ضربتها في جاما بي سي حلو جدا يا باشمهندس. يبقى انت خلاص يبقى الفيرتيكال لود ار ديد ده جيفن، البي والفلور حسبتهم، الابطمنت والارث يا جماعه بيبقوا جيفن. طيب هي الارث مش هيدخل معاك في الاعتبار؟ لا مش هيدخل معاك في الاعتبار ببساطه جدا، لان انت بتتكلم على الاحمال الراسيه. طيب لو انا قلت لك بقى الاف اكشوال بتساوي ايه؟ والله هندسه الاف اكشوال هتساوي كل الاحمال اللي بتاثر راسيا على المساحه. طيب المساحه عباره عن ايه؟ ال تي الشريحه انت واخدها كام؟ واحد متر. يبقى الشريحه انت واخدها كام؟ واحد متر. تمام كويس جدا يا باشمهندس. يبقى الاف اكشوال بتساوي سيجما الفيرتيكال لود على ال تي في الواحد. طبعا ده يكون اقل من البيرنج كاباسيتي. طيب لو اكبر من البيرنج كاباسيتي ما قدامكش غير حل واحد، لا اما تقلل الاحمال الرئيسيه يا اما تزود العرض. الاحمال الرئيسيه مش ممكن تقلها يا باشمهندس، يبقى زود العرض كبر ال تي شويه. لما تكبر ال تي الاف اكشوال تقل فتبقى اقل من البيرنج كاباسيتي. وده اول تريك عندنا. طبعا في الامتحان لو جالك مساله بارقام معينه انت هتشيك طلع انسيف تكتب انسيف وخلاص. طيب بعد كده يا باشمهندس عباره عن ايه؟ والله يا باشمهندس انا عايز اجيب اللودز. ايه هي اللودز دي يا هندسه؟ انا قلت لك ان انا عايز اصمم الفلور. الفلور ده يا جماعه افترض ان هي كمر جاي لها مجموعه احمال. الاحمال دي عباره عن ايه؟ حمل الارث، حمل الابطمنت، حمل البير، وحمل الابطمنت ده، وكذلك عندك بعض الاحمال الجانبيه. طيب ايه يا باشمهندس اللي انت جايبه ده؟ ده اسمه رد فعل التربه. ما هي التربه مش هتاخد الاحمال وتقول لك لا انا كده خلاص هنام في ميه الذره. ما ينفعش، لازم تشتغل. فعشان كده بنسمي الجزء اللي جاي من تحت ده هو حمل التربه. طيب تعالى اما نشوف ازاي اقدر احسب الاحمال الموزعه دي عشان اقدر اتعامل مع الكمره او الفلور ده. تعالى اما نشوف السهل وبعد كده نروح للصعب. لو انا قلت لك ده حمل موزع اهو، الحمل ده لو انا عايز اجيبه يبقى عباره عن ايه يا باشمهندس؟ والله هندسه ببساطه، هيبقى الدبليو بير زائد 2 ار ديد زائد اللايف على المسافه بتاعه اللي هي الار. هتيجي نبص كده الدبليو بير على المتر داش. احنا ممكن نسمي ده بي عشان ما تلخبطش لنفسك. بي على المتر داش بيساوي 2 ار ديد زائد اللايف زائد الدبليو بير على الار، وده سمك البغله. بس كده بس كده. يبقى انا جبت اول حمل عندي بيأثر على الفلور. طيب تعالى نشوف الارث اللي هو المستطيل ده. والله هندسه الارث ده عباره عن وزن الارث اللي عندي على البروجكشن. اللي هو البروجكشن بتساوي كام؟ البروجكشن من 20 ل 50. يبقى انا كمان جبت الدبليو ارث وخليته حمل موزع. طيب الجزء اللي تحت ده اللي هو الدبليو فلور او البي فلور عشان ما نلخبطش الناس. البي فلور يا باشمهندس هي كل الاحمال الرئيسيه ما عدا الفلور. ده رد الفعل لانه فاضل رد فعل التربه. يا هندسه الكلام ده نظريا غلط، وانا قلت لك ان الطريقه امبريكال. الطريقه دي معموله عشان نقدر نحل الشكل اللي قدامك ده يدوي، لكن فعليا الكلام ده بيتحل ساب. فانا عارف ان في حاجات ممكن ما تكونش منطقيه. طيب ازاي اجيب الدبليو فلور؟ والله يا باشمهندس الدبليو فلور بتساوي سيجما الفيرتيكال لود ناقص الدبليو فلور على ال تي. كده انا جبت الفلور. يبقى انا كده جبت الفلور وجبت الابطمنت وجبت الارث هنا والارث هنا وجبت البير، فاضل لي بس الابطمنت. الابطمنت صعب، فنطلع الابطمنت بره ونجيب لها الاحمال. والله يا باشمهندس انت عندك الاحمال عباره عن ايه بالنسبه للابطمنت؟ الشكل ده شكل غير منتظم وعندك احمال كتير بتاثر عليه، فيطلع لك شكل الحمل هو شبه منحرف زي ما انت شايف كده اف 1 واف 2. طيب ازاي كنت بحسب اف 1 واف 2؟ والله يا باشمهندس الاول اشوف الاحمال وبعدها عن مركز الدوران. انا عندي ار ديد زائد اللايف بيبعد اكس 1، عندي الدبليو 1 بيبعد اكس 2، عندي الدبليو 3 بيبعد اكس 3، الدبليو 2 بيبعد اكس 2، عندي الدبليو 3 بيبعد اكس بيبعد اكس 4 اسف، يبقى ار ديد زائد اللايف بيبعد اكس 1، دبليو 1 بيبعد اكس 2، دبليو 2 بيبعد اكس 3، دبليو 3 بيبعد اكس 4 او اكس 4. غير كده في كمان احمال جانبيه. بقى عندي احمال راسيه واحمال جانبيه. انا عايز ايه؟ انا ببساطه جدا عايز اجيب مركز الدوران، بمعنى ان المحصله بتاع الاحمال دي كلها هتاثر في مسافه هنا،
بتبعد مسافة مقدارها إكس عن البعد ده. أنا عايز تأثيرها حوالين السنتر، يبقى عايز مسافة إيه؟ فالإكس دي بتساوي إيه؟ بقول لك إن الإكس بتساوي سيجما إم استابيليتي ناقص سيجما الإم أوفر تيرنينج على سيجما الإن. طيب السيجما الإم استابيليتي يا باشمهندس، والله الإم استابيليتي دي عبارة عن قوة اللي بتسبب لي اتزان، هي دبليو واحد ودبليو اتنين والأرضيد لود والدبليو تلاتة في الإكسات بتاعتهم، بجبت الإم استابيليتي. طيب الإم أوفر تيرنينج هي عبارة عن إيه واحد وإيه اتنين في الوايات بتاعتهم، يبقى أنا جبت إم واي أو إم أوفر تيرنينج وطرحتهم من بعض وقسمت على الإن اللي هي كل الأحمال الرأسية اللي هي أرضيد لود زائد دبليو واحد زائد دبليو اتنين زائد دبليو تلاتة، كده انا جبت الان بقى معايا الان ومعايا الام ستابيليتي والام اوفر تيرنينج، جبت الاكس. الاي بتساوي بي على الاثنين ناقص الاكس، البي اللي هو البعد الاخير ده يا جماعه اللي هو ده اللي ملاصق للفلور هو ده، فالبي ده بيبقى جيفن، لو مش جيفن بيبقى الحته دي زائد فرق المناسيب على الميل ده، يبقى انا كده جبت البي، جبت البي على الاثنين ناقص الاكس جبت الاي، يبقى الاف واحد اتنين سالب ان على بي واحد موجب او سالب 6 اي على بي، وخد بالك غالبا وبنسبه 99 و99% الرقمين بيطلعوا فوق، يعني الاثنين بيطلعوا سالب، فهتلاقي شكل الاف 1 والاف 2 عامل كده زي ما انا رسمهم هنا بالظبط، اف 1 واف 2، اف 1 واف 2، بس كده يا باشمهندس، بس كده. بمجرد ما جبت الاحمال بتاعي اتحولت المساله من احمال والكلام كبير كده صعب جدا لمجرد مساله كاميرا عليها مجموعه من الاحمال ومحتاجه ادرس لها اتزان الشير. اتزان الشير يا باشمهندس، بص بقى ادي الكاميرا اهي وادي الاحمال اللي بتاثر، ده حمل القرص الاولاني اللي هو المستطيل، ده حمل البير وده حمل الابطمنت وده رد فعل التربه، وبقيت ادي الكاميرا بتاعك ايه، انا باثر عند السي السنتر لاين، فاقوم جامع قيم الايهات اللي هو القرص بريشر يمين وشمال، اي 1 زائد اي 2 اي 1 زائد اي 2 تمام. بعد كده ابدا ارسم الشير، ده برسم الشير ازاي؟ لو الشير بالنسبه لك صعب قسم دي المناطق، يعني سمي ده A B C D E. يا باشمهندس هو انا هفضل لحد امتى اشتغل؟ يعني ايه؟ يعني انا هفضل ارسم الشير لكله؟ لا، انت محتاج ترسم الشير لحد النقطه دي بس. ليه؟ لانه متماثل يمين زي شمال. طيب الشير عند النقطه ايه؟ بصفر، لان مفيش احمال. الشير عند النقطه بي اللي هو قيمه الحمل ده في مسافته في قيمه الحمل ده في مسافته، وتنزل لتحت هنا عشان غالبا بيبقى اللي فوق اكبر. طيب لو اللي تحت اكبر يبقى فوق، ايا كان مش فارق معاك، يعني انت بترسم شير. طيب يا باشمهندس هنا في شبه منحرف رخم قوي، هعمل معاه ايه؟ الرخم ده اللي انت شايفه ده حوله الحمل موزع، هنا عندك 5 وهنا 10، يبقى متوسطهم 7.5، يبقى 7.5 في المسافه بتاعتهم زائد ده في المسافه بتاعته، 7 في المسافه دي كلها، يبقى انا جبت الرقم ده كمان. طيب بعد كده الرقم اللي انت جبته ده اطرح منه قيمه الحمل ده في المسافه بتاعته اللي هي الاسبان، يبقى انا جبته ده كمان. يبقى انا جبت الشير هنا والشير هنا والشير هنا والشير هنا، بعد كده الرقم ده زي الرقم ده لانه متماثل، فانزل كده. وبعد كده كل الارقام يمين زي شمال. طيب يا باشمهندس انت كده رسمت الشير فورس دايجرام، انا عايز ارسم ايه كمان؟ انا عايز ارسم البندنج مومنت دايجرام. لا انا مش عايز ارسم البندنج مومنت دايجرام، انا اجيب البندنج مومنت عند الزيرو شير اللي هو بيمثل لي ماكسيمم مومنت، فاقوم قايل له ايه؟ والله انا افترض المسافه دي اكس، يبقى المسافه الباقيه دي الاسبان اللي عندك اللي انت كنت حاسبه من الاول ناقص الاكس. طيب القيمه دي عندي والقيمه دي عندك، يبقى اكس على اس ناقص الاكس بيساوي القيمه دي على القيمه دي. جبت قيمه الاكس اقدر احسب قيمه المومنت. المومنت اللي انت جبته ده يا جماعه ده قيمه ام اكس، قيمه الشير الماكسيمم اهي، يبقى انت معاك قيمه الشير الماكسيمم. قيمه النورمال عباره عن ايه؟ اي 1 زائد اي 2. طيب فاضل لك ايه؟ فاضل لك الام واي. الام واي تفتكر بتساوي ايه؟ والله يا باشمهندس الام واي بتساوي لو انا شغال عند السي جي
يبقى الاي واحد في الواي والاي اتنين في الواي وخلص الحوار على كده بس كده. اه يبقى انت في المسألة دي جبت ايه؟ جبت ام اكس، جبت ام واي، جبت ان، جبت كيو. طيب يا باشمهندس انت قلت لي من الاول ان خلاص كده لو انا وصلت لدول انا حليت المسألة، لازم تبقى فاهم بقى القطاع اللي انت بتصممه ابعاده كام؟ قطاع في نص الفلور زي كاميرا بالظبط، فهتاخد عرض شريحة مقدارها 1 متر وهيبقى ارتفاعه اللي هو تي 2. طيب انا هسلح كل التي 2؟ لا ما بسلحش كل التي 2، انا بسلح جزء بس من التي 2. بسلحها ازاي؟ والله دي براحتك، فغالبا خد تلتين التي 2 تسليح والتلت مش تسليح او النص مع النص، ده يريحك وده يريحك. طيب المفروض يا باشمهندس الصح اعمل ايه؟ الصح ان انا اجيب اف 1 2 بدلاله الان والاي والام واي والام اكس. طيب بعد ما اجيبهم لو لقيت فيه اجهادات شد يبقى انا محتاج اسلح، لو ما لقيتش فيه اجهادات شد يبقى انا مش محتاج اسلح. طيب في الامتحان، في الامتحان ما تضيعش نفسك في الخطوه دي لان الخطوه دي هتاخد منك وقت. هنعملها على طول، هنسلح ولما نيجي نصمم نصمم ام اكس وام واي مع الان كل واحد لوحده. بمعنى انت هتجيب الام اكس مع النورمال فتقول له الاي بتساوي ام اكس على النورمال، النورمال دي اللي هي بتساوي 1 زائد الاي 2، وبعد كده لقيت ده اكبر من تي على ال 2 يبقى بيج اكسنتريك سيكشن، يبقى الاي اس بتساوي اي زائد تي على ال 2 ناقص الكفر، يبقى الام اس بتساوي اي اس في النورمال وتجيب الاري اس. بس كده. اه بس تاخد بالك ان الدي هي الدي هو الجزء الخاص بالجزء التسليح، الجزء اللي مش متسلح ما بياخدش في الاعتبار. يعني لو انا عندي 2 متر وانا مسلح متر فدي هنا هتساوي كام؟ 95 سنتي، ما تنساش دي. طيب انا كده صممت ام اكس، اروح اصمم كمان ام واي. طبعا المفروض الام اكس والام واي لما تيجي تصممهم ايه؟ تصممهم انتراكشن دياجرام، بس هيبقى صعب عليك فعشان كده احنا بنصمم بالطريقه دي. اروح ام واي مع ان هتطلع معاك لو بيج اكسنتريك سيكشن زي دي، لو سمول اكسنتريك سيكشن هتصممها بمعادله العمود اللي هي الان بتساوي 35% في الاف سي يو في الاريا سي زائد 67% في الاريا اس في الاس في الاريا اس في الاف يلد في الاس سي، وتروح تجيب التسليح بتاعك. طيب الشير ديزاين كيو ماكسيمم في 10 اس 3 على البي في الدي، البي المتر، الدي بتاع سمك المسلحه، ودايما هتلاقي الشير في الحاله دي بيبقى سيف. اتمنى يكون الكلام واضح، اتمنى يكون الحاجه بقت سهله، ولو في حد عنده اي استفسار او اي حاجه يقدر يكلمني. شكرا جزيلا لحضراتكم. سؤال ايه؟ قفل الريكورد ولا ايه؟ طيب اقفل بقى.